وقال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال سبحانه: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فالله سبحانه وتعالى بيبتليك من أجل أن يكفر عنك السيئات، ومن أجل أن يرفع درجتك عنده سبحانه وتعالى. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن، ما يصيب العبد أي المؤمن من نصب أي تعب، ولا وصب أي مرض، ولا هم ولا غم ولا حزن أو ولا حزن، قال ولا أذى حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فالمعاصي دي والذنوب سبب للمصائب في الدنيا وسبب للزهج. زول تلقى زهجان وتسأله: أنت مالك زهجان؟ ما يقول لك ما عارف. تقول له: ما متزوج؟ يقول لك: متزوج. مفلس؟ يقول لك: لا قروش فيه. مأجر؟ يقول لك: بيت ملك. طيب أنت زهجان مالك؟ ما يقول لك ما عارف، لكن غايته في ضيق كذي، بس في ضيق وزهج مما أصبحت متضايقين. وما الضيق ده ما الله وراك له سبحانه وتعالى، وراك الحل بتاعه شنو. شكي ابن القيم رحمه الله قال: في القلب خلة، يعني فراغ، في القلب خلة لا يسدها إلا ذكر الله. قالوا ده فيه محل فاضي ما بتتملي، لا بالغنى لا بالكورة لا بالأفلام لا المسلسلات لا بالزوجة الجميلة ولا بالبيوت ولا بالأموال ولا بالمناصب ولا 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 بالأكل ولا بالشراب ولا بأي شيء إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. شكي رب العزة والجلال قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن شنو؟ القلوب. القلوب دي بتطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى. فالمعاصي دي سبب لهذه الأمور، وكذلك سبب لسوء الخاتمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وفي السلسلة الصحيحة من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو السدراج. قال لي الزول بيعصي في الله سبحانه وتعالى، ومع المعاصي الله بيفتح له في الدنيا، بيعصي والدنيا فاتحة له. قال: فإنما هو السدراج. ثم تلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة أي فجأة فإذا هم مبلسون. قال الماوردي رحمه الله تعالى: مبلسون أي نادمون متحسرون يائسون من رحمة الله تعالى. يموت بحالة سيئة بسبب الذنوب والمعاصي. شكي رب العزة والجلال قال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. والذنوب سبب للهلاك يوم القيامة. قال تعالى في سورة المؤمنون أو المؤمنين:
قال: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. بعدين في الموت بيتمنى الرجع، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. بعد ذلك قسم الناس لقسمين، قال: فمن ثقلت موازينه، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إلى آخر الآيات. شكي رب العزة والجلال قال في سورة يونس، قال: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام الجنة ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بعد ذلك قسم الناس لقسمين، قال: للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة وزيادة، والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى يوم القيامة في الجنة. قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. شكاية يا جماعة الزول احرص كل الحرص إنه سيئاته دي قبل ما يمرق من الدنيا الله يغفر له سبحانه وتعالى. من الأسباب في الحديث ذا ذكر ثلاثة أمور، قال: الصلوات الخمس، ذا الأمر الأول زول المحافظ على الصلوات الخمس، الفجر أذن يجي المسجد، الظهر يجي المسجد، العصر المسجد، المغرب المسجد، العشاء المسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال الإمام العادل: وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فالزول بحافظ على الصلوات دي سبب للرحمة وسبب للخير وسبب لدخول الجنة وسبب لمغفرة الذنوب. شكل النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قال لثوبان رضي الله عنه: عليك بكثرة السجود فإنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. تحافظ على الصلاة دي في أوقاتها دي سبب لمغفرة الذنوب أي التي بين الصلوات. يعني زول صلى الفجر عمل ذنوب من الصغائر،
صلى الظهر، الذنوب بين الصلاتين دي تغفر بسبب هذه الصلاة، دي مسألة أو ده أمر. الأمر الثاني قال والجمعة إلى الجمعة، حافظ على صلاة الجمعة وفي المساجد، وتأتي مبكرا وتختار المسجد الذي تستفيد من الخطيب، الذي تستفيد من خطبة الخطيب. في ناس بيختاروا يقول لك الزلة صفصاف يعني سريع، يعني زي الباص ذاك طوال يمشي وإلى آخره، واحدين يمشوا يقول لك المسجد ده مريح مكيفات وظريف جدا وكذا، واحدين يقول لك المسجد ده الخطيب بتاعه يجيبوه في التلفزيون، التلفزيون بتاع شنو؟ واحد بيجيبوه في التلفزيون قال برنامج أغاني وغاني بتاع عمك ذاك، ماذا رجيب اسمه؟ هو بتعرفوه عمك كبير يلم البنات والأولاد، والله يحير ذاته، بيجاي ستة بنات وبيجاي خمسة أولاد وغني لنا يا فلانة وهايل يا فلان وإنت يا ولد والله يحفظك، يحفظه عشان يضيع المسلمين وكلها لخبة زايد، يلموا في الشباب يضيعوا زمنهم في رمضان وفي غيره، ما شفتهم بتاعنا الغنى ديلك، ده خطيب بيجيبوه في التلفزيون قال برنامج أغاني وغاني، ما مفروض يسموه أغاني وغاني، هاي يسموه شنو يا مولانا؟ قال يسموه أغاني ومعاني، عمك ذاته بيحضر، خطيب بيجيبوه في التلفزيون بيحضر ذاته الغنى، عمك ذاته يا رئيس وقف المركب خلي الشباب يركب، داري يغرقهم معاه الشباب، ولقيته باللفة والألم اللي عليه خفة، يا تالم ده ذاته، والله الذي لا إله غيره كلها بلاوي ومصايب. يا أخي أنا قاعد ساكن لي في حي في أم درمان، أولادي صغار دار حفظهم القرآن، بجي بلقاهم يغنوا كل يومين جنبنا حفلة بتدق بتدق، يا ولد قلت له الدق في شنو؟ انتوا زادوا ما وصلتوا وقت الدق بعد تفوتوا 10 سنوات، الشاب في الفراش دار ينوم شغال بتدق وهالي كعبين ازعل طرش الشقه ولا شنو ما بعرف، يا ناس على الشباب ضحكوا عارفين الحاصل، والله الذي لا اله غيره مصايب كثيره في البلد دي، وبرامج زي دي جواها الناس صايب، الشياطين مربطه اعمامك دي لغايه الله يهديهم مفكوكين زي، وبلاوي كثيره جدا نسال الله العافيه. فكثير من الخطبة بيضيعوا المنابر، ما بدوا الناس ماده علميه يستفيدوا منها، يعني انت بتجي الخطبه بتلقى المسجد نصه نايم، ليه؟ لانه الكلام ما هازيو وما في قضايا بناقشوها تفيد الناس ويطلعوا فوائد للناس، الناس تستفيد منها وتاخذ العبر وتعبد الله على بصيره وترجع الى الله سبحانه وتعالى. واحد حضرت له خطبه من اول الخطبه لاخرها وبورقه، والله ايه واحده ما ذكرت، انا ما اعرف ده كتبها من وين ذاته، آية واحدة ما مذكر ذكرها وبورقة، يعني لو من راسه معلش ده حضرها كيف ذاته، وبيتكلم عن القيامة، يعني لو قرأ بس سورة الزلزلة كان ريحنا تب سورة الزلزلة، وكثير ونسأل الله العافية. مات فنان واحد في حي من أحياء أم درمان، حي بعرفه، اشتغل الخطبة الثانية في الفنان بيشكر فيه فنان، قال ومن منا، تخيل في المنبر، ومن منا لا يعرف الجلابية والتوب، يعني غنية الجلابية والتوب، ده خطيب وإلى الله المشتكى. فلذلك أنا بقول إنه أنت تحافظ على الجمعة وتجي بدري، الجمعة ما صلاة الجمعة تجي بعد قيم الصلاة والحكت الرقعتين، لا تجي الخطبة، تجي بدري، تجي بدري وتحضر وإلى آخره وتنصت، وتجي بدري تتنفل وتقرأ قرآن وإلى آخره، وتكون مهيأ حتى يصعد الخطيب، وتتخير المساجد التي تستفيد من خطب هؤلاء الخطباء الذين هم على الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، ويعلمون الناس التوحيد والعقيدة والسنة، وهكذا ينكرون المنكرات ويبينون الحق ويأمرون الناس بالمعروف. فدي مسألة. المسألة الثالثة أو الأمر الثالث قال ورمضان إلى رمضان،
والآن نحن في رمضان، ورمضان ده يا جماعة أول شيء أشكر الله إنه بلغتهم له، دي أول شيء. لأنه عاين في المسجد ده، هسي الآن عاين في المسجد، وشوف السنة اللي فاتت معاك ناس كانوا بصلوا، هسي ما في جن، مشوا وين؟ المقابر. وأسي السنة الجاية قد انت تدرك وقد شنو؟ ما تدرك. الإمام الشعبي رحمه الله تعالى من الأئمة قالوا في ترجمته حج 70 حجة، يعني إذا لو عمره 90 سنة من عمر 20 سنة كل سنة بيمشي شنو؟ يحج. فإذا طاف بالبيت قال اللهم لا تمتني حتى أدرك العام المقبل فأحج لك. قالوا وبعد 70 استحى من الله تعالى، تم 70 حجة استحى، كل مرة يقول السنة الجاية، فمات في السنة التي بعدها، مات فارق الدنيا. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى قالوا كان إذا دخل رمضان ختم القرآن 60 ختمة، وده لو ما في الكتب ما بتصدقه، لأنه لو جيت تعملها الزمن ذاته ما بكفيه، يعني ده كأنه في اليوم بيختم شنو؟ مرتين مرتين. وكانوا يقرؤون القرآن ويقبلون على الله تعالى في رمضان وفي غير رمضان، لأنه ده شهر ناس كتار بتقول له توب في الأيام العادية، بقول لك شيطاني كبير، أقول له خلي الصعود، أقول لك والله شيطانه كبير، ها شيطان مربوط ثاني في شنو، ويقول لك تقول له خلي الغنى، أقول لك والله الشغلة دي صعبة، شيطان ما بريحنا، رمضان ده الشيطان مربوط، أنت بعد ده تقبل على الله سبحانه وتعالى وتجتهد في الطاعة. مو الزول يصوم عن الحلال 14 ساعة من الصبح للمغرب، عيش ما ياكله ولا يشرب مويه، حلال ما بياكله ولا يشرب، لأنه صايم، لأنه ده الصيام. فيفطر على معصية الله تعالى، مما يفطر يتناول الكيس طوالي دردي، انت الحلال خليته لله، بعد الحرام خليه، ويحضر في المسلسلات ويساهروا وكشتين وضمن، ما شفتوا في رمضان عندهم ضمانات لاثنين بالليل والله، والودون اللي جابوه جديد ده النرد ده فيه نهي، النرد اعود زي اللودو ده، الزهر بتاع اللودو ده فيه نهي، يلعبوا اللودو وجايبيننا يا اخي تلقاهم في الايام العاديه في القهوه ناس كبار موظفين يخطوا الموبايل بتاع التاتش ده، وقاعدين في الجبنه واربع انفار شغالين يلعبوا، ما شفتهم قاعدين. وقبل يومين ولا ثلاثه في رمضان ده مشيت مسجد في ام درمان، مسجد كبير ومكيف ومهيأ وشنو الى اخره، وظريف تشوف والله، لقيت اولاد ورا مشغلين موسيقى في الجامع جوا، تريرين تريم جوا الجامع، يحلوها كيف ذاته، وبلاوي كثيره جدا. الشهر ده جاء تقبل على الله سبحانه وتعالى وعلى طاعته، جزاك الله جل وعلا. قرآن تدبروا، سلف كانوا يتدبرون القرآن، واحدين كانوا بموتوا عديم في القرآن، موت الواحد ده من الجوزي قال زرارة ابن أبي أوفى صلى بالناس صلاة الفجر فقرأ بالمدثر، بعد الفاتحة طوالي أشي سورة المدثر، فقرأ يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. قال فلما بلغ قول الله تعالى فإذا نقر في الناقور خر ميتا في الصلاة، وقع مات. وعلي بن الفضيل عمره 16 سنة صلى خلف أبيه، أبوه الفضيل كان حسن الصوت وكان يقرأ قراءة المتخشع، قراية فيها يعني ما قراية ساي، بس بيركز على جمال الصوت، إنما يخشع في صلاة نحسبه الله حسيب. فقرأ ذات ليلة قول الله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار
ولو ترى إذ وقفوا على النار قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فسمع صوت شيء قد سقط فلما انتهى من صلاته نظروا فإذا بولده قد سقط وهو علي بن الفضيل غمر فأخذ إلى بيته فقالت أم علي للفضيل ستقتله يوما هل ودى بموت بالقرآن فكان بعدها إذا مر بالمسجد ينظر من النافذة فإذا وجد عليا انصرف إلى مسجد آخر حتى دخل ذات ليلة أو ذات يوم الفجر أو ذات ليلة المغرب والعشاء فصلى بالناس فدخل علي فصلى خلفه فقرأ قول الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون دي أخطر آية في القرآن إنك انت حاسب إن يوم القيامة بتخش الجنة دي ناس كذب حاسب إنه أصلا كان مادة يخش الجنة يقوم يتفاجأ يوم القيامة إنه وقع له في مصيبة وما جاء بلا خبر تكون سبب لهلاكه وبدا لهم يعني ظهر لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون قال فسمع صوت شيء قد سقط فلما انتهى من صلاته حركوه فإذا هو قد مات فسمي قتيل القرآن الآن الزول يقرأ القرآن ويجتهد فيه الحمد لله بنشوف ناس كتار في المساجد شباب وغيرهم واحد تلقى بتاع حايس يقول لك والله أنا جاء رمضان ده بس من 12 بوقف الشغل تاني المسجد بس يقول ويجوا الحمد لله الشباب ديل جايتوا المسجد يناموا فيه خير كونوا قاعدين في المسجد يناموا ده خير ما بالك لما يجتهدوا وخير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط إلى آخر قوله صلى الله عليه وسلم ولذلك يا جماعة الزول صيام ده إملاه بالطاعة قرآن تسبيح استغفار التقوى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ومن علامة كما قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله قال علامة قبول الله عبادة العبد أن يوفقه لطاعة بعدها علامة على إنه الله قبل منك وفقك تقبل على العبادة قدر أن تعمل خير تلقى نفسك ماشي للخير ثاني دي علامة خير قال ومن عقوبات المعاصي أنها تجر إلى مثلها معصية بتجر لمعصية والطاعة بتجر لطاعة وكون الزول بعد صام صيام ده الله وفقه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء انت لو كنت في الفطر تطرق بصرك البنات في الشارع تعالين ولو مسلسلات كهبة صعود سجاير ولخبطة والفاظ تأخير للصلاة ومصايب وعقوق للوالدين لما تصوم الأشياء دي كلها تتركها وتواصل بعد انتهي الشهر تواصل في الطاعة ما ترجع ورا ثاني تواصل في الخير الزول يا جماعة لما يصوم رمضان ويجي رمضان البعد يصوم ده قال لك بكفر السيئات التي بين هذين الشهرين شهر رمضان هذا وشهر رمضان ذاك لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر شرطا الشرط ده مهم شديد جدا قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن 200 ما اجتنبت الكبائر
يعني تجتنب الكبائر. الكبائر كالقتل والزنا وشرب الخمر والظلم في المال، السرقة إلى آخر، النهب، السحر، حقوق الوالدين، تولي يوم الزحف، قذف المحصنات المؤمنات الغافلات إلى آخره، كبائر. وملخص موضوع الكبائر كما قال أهل العلم، الكبائر جمع كبيرة، وهي ما كان فيه وعيد في الآخرة أو في الدنيا أو حد في الدنيا، فيها وعيد في الآخرة ولا الدنيا، في الآخرة عذاب القبر النار إلى آخره، أو وعيد في الدنيا اللعن والغضب أن يغضب الله تعالى عليك وأن يسخط عليك، أو حد، فيها حد في الدنيا، حد السرقة، حد كذا إلى آخره. فدي كلها من شنو؟ من الكبائر. أكبر الكبائر، ونقف مع كبيرة واحدة، هي الشرك بالله تعالى. أكبر الكبائر كما جاء في صحيح البخاري ومسلم من رواية أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس. قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. أكبر الكبائر الإشراك بالله تعالى. وكيف البخاري ومسلم أيضا من رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ كذا سيسأل زول برا، أسأل الناس يقول لهم أكبر جريمة شنو؟ وأكبر ذنب شنو؟ اللي بيقول لك اللي بدي ناس شيكات طائرة، واللي بيقول لك والله شفت السرقة دي ما فقع مني، واللي بيقول لك شفت أكبر ذنب حقوق الوالدين، واللي بيقول لك أكبر ذنب تشيل حق الناس، واللي بيقول لك أكبر ذنب الانتحار، واللي بيقول لك أكبر ذنب إلى آخره. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فالشرك ده يا جماعة أعظم ذنب. وأي زول يتكلم في التوحيد وفي الشرك وهو مخلص لله تعالى، ده في الدنيا دي الله بيرحمه، وفي الآخرة بيقبله. شكير رب العزة والجلال قال في القرآن: إنما يتقبل الله من المتقين. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ينادى يوم القيامة أين المتقون؟ فيقومون في كنف من الرحمن، الكنف الستر، إلى أن قيل له: من المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا العبادة لله. والليلة كثير من الأماكن والمساجد والمجمعات والمجامع إذا تكلمت في التوحيد والشرك بالضائع، ولك يا أخي زول بيقول لا إله إلا الله بقع في الشرك. والله قال في القرآن: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى في القرآن: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وإن كان بعض أهل العلم كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في المجلد السابع ذكر أن هؤلاء أن الراجح أنهم من المسلمين وليسوا من المنافقين.
لكن الإيمان درجته أعظم وأمره أجل من مجرد الإسلام. ولذلك قال: ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وبعدين انت لما نحذرك من الشرك، انت ما أفضل من الرسل ولا أفضل من الأنبياء ولا أفضل من الملائكة ولا أفضل من الصحابة. الملائكة الله في القرآن قال عنهم سبحانه وتعالى: الملائكة بيغلطوا؟ ما بيغلطوا، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ما عندهم غلط بتاع شرك وكلام، ما عندهم. الله قال عنهم: ومن يقل منهم من الملائكة إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. دي الملائكة. وقال عن الرسل في سورة الأنعام ذكر 18 رسول أو نبي، بعد قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال في سورة الزمر: قل أفغير الله، ده خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك، خطاب مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والرسول عليه الصلاة والسلام خاطب الصحابة، بل علم أبا بكر الصديق رضي الله عنه، الرسول عليه الصلاة والسلام علم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وفي لفظ أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم، وفي لفظ لما لا أعلم. ده لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. فنحن من باب أولى نذكر بالتوحيد ونذكر ونخوف من الشرك بالله سبحانه وتعالى. لأنه يا جماعة الله قال سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام، قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به. ده لإبراهيم عليه السلام. طيب نحن ما يحذرونا؟ والشرك منتشر فينا إلا من رحم الله تعالى، والله الذي لا إله غيره. الآن الشرك يسمى بغير اسمه، الطفل يلبسه حجاب ولبسه كمون، تقول له ده شنو؟ بدل يقولوا ده شرك يقولوا ده حراسات. في كمون بحرس لزول يا جماعة، كمون، كل زول بيشتري الكمون يحرسه كيف؟ وتلقى مخزن بتاع كمون يلم فيه حرامي يسرق شوال ذاته، شوال يسرقوه، كمون ده ما يحرس رقبته، والله الذي لا إله غيره. وكمون تلقاه ما خاتنه ملصق زاد، لافنه في رفافة في كيس، تقول له ليه لافيه في كيس ولا في حاجة صغيرة كده؟ لقى عشان ما يشتت، يعني هو براه كان خلوه ما بيقدر يحفظ نفسه، بيشتت إلا حارسينه هو ذاته. يا اخي حارس ليش؟ قبل كنا في المغابر بنحفر في قبر، والله شباب دخلوا جوا القبر اثنين لابسين الكمون ده معلقين شباب. قال الله تعالى في القرآن: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وعلى الله شفاعنا ده بس يلبسون كمون ليه؟ ده يلبسون كمون ليه؟ وتشافع تلقى ريالته كابة، ريالته سايرة ما كل لو ملاح، تلقى بايت ومران في صدره، يقول لك ده، تقول له ملبسينه ليه؟ يقول لك خايفين يدو عين. بص ده بيدو عين ولا بدي عين؟ طفلك ده والله الذي لا إله غيره. يا أولاد الكفار دين أو كفار أولادهم تشوفهم إلمعوا، لا ملبسينهم كمون ولا أنا صاح في عين، لكن ده اللي حافظهم منه كفار. خواجه يصنع عربيه، يصنع الخواجه يجيبها هنا السودان، في السودان يضبحوا لها، والصناعه ذاته ما ضبح لها، جاب لك من هناك ما سوت حادث؟ تسوي حوادث هنا؟ يقول لك كان ما ضبحوا لها العربيه دي بتنقلب،
طيب ذل الكفار ذل بعرفوا ضبح وذل بياكلوا خرفان وذل كذا اللي يقول لهم كلب بجيه وبعد ده قاعدين عربات لا حوادث قليلة الحافظهم منها جماعة يا غلا العربية جديدة يجيبوها بدل يشكر الله يشرك بالله تعالى القاوة يجيب الخروف يطبحه يشيل الدم يلصق وطوالي في الجزاز ما شفت تلقى اليد في الجزاز طب لك كان ما كرمت لها العربية دي شغلة دي بتجوت يا ذول تجوت كيف وعمارة يسووها واحد في كافور عمارة ساوينا الهيكل بعد انتهوا جايبين عيش حب يشتتوا تحت عشان الجن ما يعتدى على العمارة ولا يسكنه والجن بيشتتوا له عيش حب وحمام في جن بيشتتوا له عيش حب يسوي عيش حب بتاع شو يشتتوا له فك حديد تحت ويطبحوا في الساس كبوا الدم في الساس بتاع العمارة لك هو كان ما عملت شيء شغلة دي إن شاء الله بليلة كان ما سويت شيء عمارة دي بيسكنوها طوالي بيسكنوها قال لك منو بيسكنوها داخلة تسوي بليلة لا تطبح ولا يفي الله والبحفظ سبحانه وتعالى يا البسوا في الحجبات قال تعالى في القرآن قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا البس في الحجاب تقول لا ده شنو يقول لك من القرآن يا مولانا عندك الرأي في القرآن ما نحن ابن مسعود قال ما بجوز ولو من القرآن ده من الصحابة إبراهيم النخعي من التابعين قال ما بجوز ولو من القرآن طيب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الرقى أو الرقي والتمائم والتولى شرك وقال من علق تميمة فقد أشرك تميمة نكرة في سياق الشر تفيد العموم أي كل أنواع التمائم وإن كانت من القرآن حافلة خدتوا فيها شعر وخدتوا فيها جزمة صغيرة تحت ولا تلقى بيت ساوين فيه قرون في بيت بنطع ساوين له قرون ليه والله يحيروك ذاته في البلد دي يا أخي السفنجة كانت قلبة تقول لك عادلة تخريب علينا السفنجة دي أي شيء يعتقدوا فيه الشافع علموه كان جات كتاحة يقول له محمد معانا ما تغشان يا جماعة الرسول في السودان صلى الله عليه وسلم كله يا أخ من الهوس كله من العقائد المنحرفة كتاحة ده وجد تدعو الله اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به وقول لك من القرآن تقول لك تخش في الحمام يقول لك لا لا بمر برا طيب الحمام ده بيت من بيت الشياطين طيب جوا الشياطين دي بيحفظك منها من؟ انت الحجاب ده تراه خطيته برا الشياطين جوا بيحفظك من يقول لك الله طيب حفظك في الحمام برا ما بيحفظك والناس دي واحد في الحاجوز في سمعته بيتكلم قال واحد راكب حماره قال ماشي الخلا ماشي الخلا وكذا ويزرع قال ميمة عنده زراعة قال لا ده واحد من اللي بيسوي الحجبات دي قال لا سوي لك حجاب عقرب ما بتطقك وده راكب الحمار قام ذاك قال له وذاك مفتح قال لا اسمع انا والله من حماري ده ما نازل كان في حجاب لبسه للحمار ده وبدا اوصل العقارب دي بكره عذر انا تراه ما نازل قام ذاك قال له بتاع الحجبات قال له الحمار ده بيحفظ الله لكن تراه انت طيب قال له حفظ الحمار انا ما بيحفظني والله قال ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا تلقاهم يبيعوا فيه في السوق والله الذي لا اله غيره اسئله وبيبيعوا في غنابل كانت الدنيا دياطة غنابل ولا القام لكن حجبات اللي بتغضب بالله سبحانه وتعالى اخطر من الغنابل والالقام والمسدسات والطلق والدانات والمدافع والصواريخ كله يبيعوها في السوق حجبات تلقى يبيع فيها يقول لك ده بتاع سكين طيب الصحابه دول رسول خلاهم ليه في المعارك الطعنه صلى الله عليه وسلم وليه يلبسوا دروع
ليه الصحابة بيلبسوا الدرع؟ كان في حجاب بتاع سكين وده يقول لك حق عقرب وده يقول لك حق رزق تاخذ الرزق بيجيك بتاع الحجبات وتلقى للظهر ما فطر تقول لي انت فطرت؟ يقول لك والله ما ترزقنا لسه طيب شغل تقدر تشتغل 200 ده بيشتغل 200 شغلك ده والله اللي الظهر ما ترزقت انت ولو بتاع رزق بيجي بيعه يا جماعه ما يقعد في بيته بس والرزق ده يجيب ياخذ كل هوس والله الذي لا اله غيره قال تعالى في القران وما من دابه مش قال وما من انسان دابه نمله ولا اصغر منا ولا اكبر وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين كل عند الله سبحانه وتعالى رزق الجنة أي شيء شركيات والله حجبات شرك بالله تعالى دعاء شرك بالله سبحانه وتعالى بدل يسأل الله الكريم الرؤوف الرحيم التواب الغفور المنعم الرزاق سبحانه وتعالى إذا للمخلوق يعتر شوف في الصلاة يقول إياك نعبد وإياك شنو نستعين يعني عاهد الله أنا في الصلاة عاهدت الله يا الله أنا ما بعبد إلا أنت وما بستعين إلا بك أنت امرك برا يا عتر ينادي لزول يا فلان الحقن كيف الحقك كيف الحقك زول مات كيف بالحق عاسي مولانا ده أو الشيخ ده مات يغسلوه يكفنوه زول بيغسلوه اصبعه ما قادر يحرك ويكفنوه ويشيلوا 4 رجال في عنقريب ومكفن وبعدين مربوط 3 ربطات ودوا المقابر وحفروا المضمور ودوا لحد وينزلوا اهله واصحابه وقرايبه دخلوا جوا القبر ويجيبوا الطوب يرصوه طق طق كله ويجيبوا الطين ليسوه في ناس برا بتاعين تنظيره تعلقوا نفس ساي يقول لك اديه وين اديه ما بخلوا لك نفس وفت جوا اردموك ردم تاني كان حييت ما في طريقه بس شغله دي خلاص واحد انتظر بعد ليسوه والله يا ماما يا هو كده صح ولا ما صح ليسوه يقول لك اديه واديه في باقي طين اديه هاي جيوك جيها تمام بعد ذاك يكبوا فوق له تراب تراب بعد ده بعد سووا التراب يرجعوا بيتهم الشالو ذاته يعتروا يقول له يا فلان الحجر وانتوا دفنتوا ده شو؟ وكان بالحق كان دفنتوا وكان بالحق كان شالوا 4 رجال ما كان غسلوه وكفنوه وخدتوه قال له الشيخ احنا ماشيين المغابر تعال هناك نصلي عليك هناك صلاة الجنازة لكن هم دخلوا القبر كيف ينادوا ثاني من دون الله تعالى والحقنا وفزعنا والغريبة يبنوا له أوضة القبر تلقاه فيه أوضة باني له قبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دي أحاديث ما كلام جماعة ولا طائفة ولا حجة لزول يقول ده كلام ناس فلان ولا علان في البخاري ومسلم في البخاري من رواية أم حبيبة وأم سلمة وعائشة 3 زوجات للرسول عليه الصلاة والسلام أن أم حبيبة وأم سلمة لما هاجرتا إلى الحبشة رأتا كنيسة يقال لها ماريا وعائشة تروي معنا الحديث رضي الله عنها كنيسة يقال لها ماريا وذكرتا أن فيها تصاوير وقبور فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح في رواية البخاري إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره ده في بلدنا فيه ولا ما فيه وجعلوا له تلك التصاوير فيه ولا ما فيه
في الحافلة تلقى صورة شيخ، في الركشة صورة شيخ، محل الصعود صورة شيخ، ولله المشتكى. وده ذاته وبلاه. قال بنوا على قبره وجعلوا له تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله. مش كلام خطير؟ وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى أن يبنى على القبر ويجصص ويقعد عليه. وفي صحيح البخاري مر ابن عمر بقبر فيه فصاط أخضر فقال قبر من هذا؟ فقالوا قبر عبد الرحمن، فقال انزعه يا غلام فإنه لا يظل العبد إلا عمله. لا تسوي له حديدة، لا تسوي له فسطاط أخضر، لا تسوي له بنيان، وظل مات. يسوي له أوضة وفيها باب، والظريفة فيها ترباس، الباب ذاته فيه ترباس وفيه طبلة، وتلقى القبة مقفولة، وذاك بناديه الحقنة، وزولك داين حي لما يفتحوا له أول شيء، ومقبول ذاته ومقبول، والله الذي لا إله غيره. وساوين صندوق أي ناس النزول يدفن، وكورة وقروش ناس يدفن. واحد بتاع ربشة في الرفاع سايق له نزوان، النزوان وصلنا المغابر، وصلنا ومشوار زي ده انت ما تشيله ذاته، بعدين وصل المغابر ادنه 5 جنيه بتاع الركشة، ادنه 5 جنيه والبنزين قرب يقطع، ودخلوا جوا دفعا للقبر نزيد تطولت من القصة قريب 20 جنيه خدته له. بعدين بتاع الركشة مشاغب شوية خلاهم بعد مرقا يا طوالي شال القروش، الشيخ انت شلت مشوار مشوار جبته منين؟ والله ده معنى الكلام، المشوار ده ما جبته انا كنت يدوك 20 ليه؟ طبعا الشيخ ما بيتحرك، شال القروش وبقى مارق. والله قروش زي دي طبعا حلال لانه ما عنده اسير، قروش زي دي لقيتها شيلها طوالي اشتري بها باسطه وقول الحمد لله وكلها بمزاج، والله واشرب عصير بارد كمان في ثلجته. كل لخبة يا أخي باسم الدين، والله الذي لا إله غيره بلاه. يقول مات يا أخي، الله قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، اعتمدوا على الميت والحقنا وافزعنا وذو يا فلان يا علان وصايب. ده غير اللي بيمشوا للدجالين والعرافين، زول تروح منه شيء امشي لزول يقول له شوف ليه رايحة وين وجيب لي وين وسوي لي كيف، وده بشوف البعيدة يشوف كيف. قال تعالى في القرآن وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وقال سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وفي سورة البقرة آيات الناس حافظة، بعد ده يقول لك الشيخ بيعلم الغيب. كيف بيعلم الغيب؟ أنت بتقرأ القرآن. سورة البقرة أفضل الشيخ ولا الملائكة؟ أفضل يا تو ده اللي بيدعي علم الغيب ده ولا الملائكة؟ ده ذاته وذو اللي بيدعي علم الغيب ده صارف يدعي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن وعلم آدم الأسماء كلها، قال ابن كثير أسماء الأشياء، دي شجرة وده جبل ده بحر وده نهر وده شنو وده شنو، علموا أسماء الأشياء. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. والله ذول يقرأ الآيات دي يفهمها تاني، لا بيمشي غير فقير لا بيعرف تماما، بتيقن تماما إنه ما بزول بيعلم الغيب إلا بالوحي، وذول الأنبياء والآن فارقوا الدنيا، ما في نبي إلا ومات إلا عيسى عليه السلام رفعه الله إليه فارق الدنيا. قال لك وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ده الملائكة يا أخي. ولذلك ما زول بيعلم الغيب أبدا أبدا، زول مات ولا حي ما بيعلم الغيب. حتى الرسل إلا بالوحي عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، لأنه ده بالوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن الرسل براهم من نفسهم ما بيعلم، يعني الرسول يكون قاعد يشوف الرائحة هناك ما في ما في إلا بالوحي. عشان كده يوسف عليه السلام وأخوه لما يعقوب عليه السلام قال رب العزة والجلال قال عنهم كده، إخوة يوسف قالوا ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وأعلم شنو؟ من الله، من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتعسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، إلى آخر الآيات، إلى آخر الآيات. لما الصفحة البعدة فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله، لأنه بالوحي، أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، إلى آخر الآية. فجماعة الغيب ده الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، هو الذي يعلمه. فالزول عقيدته تكون في الله صحيحة، لا تحلف بغير الله، لا تقول وحاة جناي، لا تقول وحاة النبي، لا تقول عليك النبي، ده كله من الشرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. وحاة النبي ده شرك. ده حسن الألباني من رواية ابن عمر يقول لك وحاة جناي وحاة البيناتنا وبتاعنا الغنى وما بعرف وإلى آخره، وبلاوة ثقيلة جدا، يحلفوا بالمحبوبة ويحلفوا بفلان وبعلان، مصائب كثيرة جدا. فالزول إذا كانت عقيدته صحيحة اجتنب الكبائر غفر الله له ما بين الرمضانين وما بين الجمعة إلى الجمعة وما بين الصلوات. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى. جزاكم الله خيرا على حسن السماع، بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم.